بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. طبعا بعد غياب طويل أنا آسفة وأعتذر، لأنه شغل البيت والأولاد والمسؤولية ما يخليني أصور فيديوهات بصورة متتالية، فأرجو منكم أن تعذروني وأسألكم الدعاء. اليوم حبيت أسوي لكم الطرشي الأحمر، يعني الطرشي اللفت شمندر، يعني اللي هو الشلغم والشوندر مع القرنابيط واللهانة، وأيضا بطريقة سهلة وجدا سريعة. خلينا نبدأ بالمكونات. أحتاج إلى كيلو من اللهانة وكيلو من القرنابيط، وأحتاج إلى كيلو من الشمندر أو الشوندر، وأحتاج إلى كيلو من اللفت أو الشلغم باللهجة العراقية، وطبعا برطمان وبطلين خل، هنا جبت خل التفاح وخل العنب، وأحتاج إلى 4 ملاعق من الملح. طبعا أنا كل كيلو أخلي له ملعقة أكل ملح. خلينا نبدأ طريقة العمل. راح أقطع الملفوف أو اللهانة هذه الطريقة. انتهيت من تقطيع الملفوف بهذا الحجم أو الحجم اللي يعجبكم، أكبر أصغر كيفكم. وراح أبدأ بتقطيع الزهرة أو القرنابيط. هذه الطريقة بإيدي. انتهيت من تقطيع الزهرة أو القرنابيط، وإذا أشوف هذا الحجم كبير عادي بالسكينة قطعه إلى 2، بس أنا أشوف الحجم مناسب. راح أقطع اللفت أو الشلغم باللهجة العراقية. طبعا أنا قطعته منه ومنه، سأرى بكم وحدة منه ومنه قطعته، وبعدين هيك بالسكينة وخرت منه الأتربة والأوساخ كلها وغسلته غسل جيد جدا، هو والشمندر يعني الشوندر وكل باقي الخضار أنا غسلتهم غسل جيد. هنا انتهيت من تقطيع اللفت، وراح أقطع الشوندر أو الشمندر. انتهيت من تقطيع الشمندر، راح أبتدي هسه بالخطوة اللي بعدها. جمعت كل الخضار المقطعة بهذا الصحن الكبير، وراح هسه أخلي 4 ملاعق ملح. أنا كل كيلو من الخضار أخلي له ملعقة أكل ملح. ليش؟ لأن ما أريد أكثر الملح، لأن أنا أوردي غاسلته ومنظفته، وهذا الملح ما راح ينغسل، راح يبقى يعني وياه، يعني هي الخلطة الأصلية هاي مالته 4 ملاعق ملح وبطلين خل. راح أضيف الملح بهذه الطريقة وراح أجانسهم بإيدي. هنا خلطتهم كل الزين، راح أتركهم 10 دقائق وراح أسوي الخلطة اللي راح أضيفها عليها. هنا حضرت 4 لترات ماي بالقدر، لأن أني كل كيلو من الخضار أخلي له لتر ماء، وراح أخلي بطلين خل، لأن أني كل كيلو من الخضار أخلي له نص بطل خل ولتر ماء. إذا أنا عندي 4 كيلوات يحتاجون إلى بطلين خل بأربع ملاعق ملح بأربع لترات ماء. ضفت خل التفاح، وهسه راح أضيف خل العنب، وراح أخلي هذا المزيج على النار يغلي وبعدين أضيفه على الخضار. هنا بدأ خليط المي ويا الخل يغلي، راح أطفيه وأضيفه على الخضار. راح أضيف هسه الخليط حذر، وراح أتركه لمدة 2 ساعة يبرد تماما، يلا أعبيه بالبرطمان. هنا برد الطرشي تماما، صار هذا شكله جدا طيب، يعني هسه هو جاهز للأكل يعتبر. راح أفرغه بالبرطمان. هذا هو أعزائي الطرشي بعد ما فرغته بالبرطمان، طبعا هو هسه جاهز للأكل، وتقدرون أيضا تحتفظون به طيلة فترة الشتاء سواء بالثلاجة أو على الكاونتر أو بالمنوار، يعني بالمكان اللي يعجبكم، وطبعا ما يخرب نهائيا، بس أنتوا أهم شيء حكمه إغلاقه من يعني تردون تطلعون منه كمية تاكلوها. وأي سؤال بخصوصه أنا حاضر، اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وصحتين وألف عافية، وأشوفكم على خير وسلامة. شكرا لجميع متابعيني الأعزاء على الفيس وتويتر والإنستغرام والجوجل بلس وأعضاء المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.